هو بيقول لي هاري يوزس كان في ممكن اعتبره زي ريفيجن يعني كده او جنرال اكسرسايز. طيب هو بيقول لي هاري يوزز ذيز ديجيتس كاردز. على فكره انت عاملاها صح بس انت تقريبا بقى ما عملتيش التايمز ولا ايه؟ يعني انت عاملاها، هو قال ان هو عنده فور كاردز كده، فور فايف فور فايف سيفن ايت. طيب هو بيقول لي ان هو هي ميكس ا 3 ديجيت نمبر اند ا 1 ديجيت نمبر، يعني عمل 3 ديجيت نمبر وبعدين 1 ديجيت نمبر وبعدين هي مالتبلاي ذيم توجذر هيز انسر از اوت. اه فانت فعلا انت مختارها صح، انت اخترت 485 لان عشان يطلع الانسر مستر انت على اي سؤال؟ على اول سؤال خالص. دي اه اول سؤال مجهود خالص في الجزء وش التاني، مش مشكله الترتيب، هو ماشي مبعوت لي في الصفحه الاولى كويشن 10 مش فارقه يعني الترتيب. طيب هو ماشي دلوقتي 485 ده 3 ديجيت نمبر وبعدين في واحد تاني اللي هو 7، انت اخترتي 7، انت كده مختاره صح. ليه؟ لان انا لو جيت اعمل دول اعملهم مالتيبليكيشن فعلا هيدي اود نمبر. اهو 485 تايم 7، 7 تايمز 5 ايكوال 35، 5 اند كاري اب 3، 7 تايمز 8 56، 56 بلس 3 59، 9 اند كاري اب 5، 7 تايمز 4 28، 28 بلس 5 33. فانت كده تعتبري عاملاها صح، السؤال ده صح. معرفش تاخد فيه زيرو ليه، بس هو انت عاملاها صح، انت عاملاها صح. بس اصلا ما كنتش كاتباه، فهي كتبتهولي راح تحطلي اه زيرو. يعني دي الانسر بتاع الميس، انا بحسب انت دي مش الانسر. طيب لا تمام، بص بقى هي اختارته، اختارت ايه ده 3 ديجيت نمبر. اه انا بحسب انت دي الاجابه بتاعت مستر بس انا عايزه اعرف حاجه، يعني ايه اود نمبر؟ يعني ايه؟ اود نمبر اود نمبر اللي هم دول، اللي هم عندنا الاود نمبرز اللي هم مين؟ احنا عندنا الايفن اللي هم دول 0 2 4 6 8، اي نمبر يبدا بواحد من دول يبقى ايفن. طب الاود اللي هو اي واحد يبدا بمين بقى؟ ب 1 3 5 7 9. يعني مثلا نمبر زي ده بصي بادئ بايه؟ الوانز بتاعته 5 فهو اود. لكن لو نمبر مثلا زي كده مثلا 4 حتى لو كله اود، يعني مثلا ممكن تلاقيه 3 5 7 بس هنا في 2، طالما الوانز بتاعته ايفن يبقى النمبر ده ايفن، النمبر ده ايفن. لكن لو النمبر الوانز بتاعته اود، يعني مثلا حاجه من الاود دول، يعني مثلا 2 5 6 مثلا 7، طالما الوانز بتاعته اود يبقى هو النمبر كله اود، النمبر كله اود. تمام؟ يعني ماشي. بحسب الوانز ديجيت بتاعه. فهو هنا دلوقتي انا عشان اطلع تو نمبرز يكونوا اود، يكون الوانز هنا اود. يعني نحاول نخلي ايه الوانز هنا اول ديجيت اود وهنا اول ديجيت اود. فهنا اصلا بيقول لي 3 ديجيت نمبر يعني بيتكون من 3 ارقام، وهنا 1 ديجيت نمبر بيتكون من رقم واحد. فعلا انا لو بدات اعمل 7 تايمز 5 يعني لازم اكد ان انا لما اعمل الاولاني هنا تايمز الاولاني هيدي في الاول اود، فعلا اداني 5 اود. خلاص؟ فعشان كده هي المس ايه حطيت لك الانسر. فهمتي ايه هما الايفن والاود؟ طيب تمام. يعني مش لازم يجي الاود نمبر من ده بس، ممكن يجي نمبر كبير جدا بس بادئ بواحد من دول، يعني الوانز بتاعته واحد من دول. انا همشي بس بترتيب الصفحات اللي واصله لي، مش مشكله ترتيب الاسئله يعني. طيب في برضه في نفس البيج دي في سؤال بيقول لي ايه؟ اليكس هاد 3 بوكسز اوف اكس، اللي هو بارت 2 في السؤال ده. السؤال لا ده 11، ده كويشن 11. كويشن 11. يعني هنحله كله ان شاء الله بحيث ايه؟ حتى لو حاجه انت عاملاها صح ناكد عليها يعني. بحيث انت ممكن تحليه تاني از هوم ورك في البيت تاني. بحيث ما نغلطش الاكثر من كده. طب كويشن 11 بيقول لي ايه؟ Alex has three boxes of H of X. There are six eggs in each box. يعني هو عنده three boxes of X.
ثلاث سنين. كل بوكس فيه 6 اكس. بس تتخيلي بقى 6 اكس ايه المطلوب بقى؟ He takes one egg out of each box. خد one egg من كل box. Circle the calculation that shows the total number of eggs in the box. هو دلوقتي عمل ايه؟ هو دلوقتي عمل ايه؟ هو خد واحدة من كل صندوق، يعني كل صندوق بقى فيه فايف. كل صندوق بقى فيه فايف. يعني كده هم اعتبروا كأنهم بقى 3 تايمز 5. كده الصندوق الواحد بقى فيه 5 واخد بيضه من كل واحد منهم. ال 5 دي اصلا هو لاحظت حاجه، هي عباره عن ايه؟ نشأت منين ال 5 دي؟ ان هي كانت الصندوق اللي فيه 6 لما شلنا منه 1. مش فعلا ال 5 عباره عن 6 ماينس 1 ولا ايه؟ تاني، هو كل صندوق كان فيه 6 اكس، هو خد بيضه من كل ماشي. صندوق، خد بيضه من كل صندوق. فكده معنى كده ان كل صندوق بقى فيه 5. يبقى انا عندي دلوقتي كام صندوق؟ 3 بوكسز الواحد فيه 5. ف 3 تايمز 5 انا ممكن ال 5 دي اقول ايه؟ اللي هي كانت 6 ماينس 1. 6 ماينس 1. فلو جينا بصينا على الاوبشنز اللي هو جايبها يبقى هتبقى نمبر 2 فعلا، انت عاملها صح. تمام؟ يبقى 3 تايمز 6 ماينس 1. اوكي؟ وممكن واحد تاني كان يحسبها بطريقه تانيه لو انا ما عرفتش يعني. احسبها انا على انها 3 تايمز 5 ب 15، لان دلوقتي كل بوكس فيه 5، واشوف الاوبشنز اللي هو جايبها لي نحلهم واحده واحده. يعني اول اوبشن جايبه لي اللي هو ايه؟ اول اوبشن جايبه لي اللي هو كده، هكتب الاوبشنز بالاحمر بس عشان تبان معايا. يعني دي طريقه تانيه للحل، ان ممكن واحد ايه؟ يحل الاوبشنز دي ويشوف ايه اللي هيطلع اهو. والاوبشن الثالث كان ايه؟ 3 تايمز 6 ماينس 1. نحل الثلاثة، والله اللي هيطلع 15 يبقى هو الصح. أنا لو جيت حليت ده بعمل البراكت الأول 3 تايمز 6 ايكوال 15 ماينس 1 هيدينا 17. يبقى دي غلط. أنا عايز الأنسر تطلع 15. طب هحللك ده برضو الأول عشان ده غلط برضو. 3 تايمز 6 عادي 18، ما أنا بعمل التايمز الأول. وبعدين ماينس 1 هيطلع 17. غلط برضو. تعالي بقى على الأوبشن ده. لما بيكون عندي براكت بخلصه الاول، يعني هدي 3 تايمز وبعمل 6 ماينس 1 يدي لك كام؟ 5. 3 تايمز 5 ايكوال كام؟ ايكوال 15، يبقى هو ده اللي طلع الانسر. يعني ممكن احلها كده، ممكن اطلع الانسر بتاع كل واحد واشوف منها مين فيها اللي طالعه زي الانسر بتاعتي. وممكن انا من الاول اقول ايه هي 3 تايمز 5؟ ال 5 دي كانت عباره عن 6 ماينس 1. يعني لو ما عرفتش احل الحل الاولاني ده ممكن اعمل الحل ده. مفهومه ولا صعبه؟ مفهومه يا ندى ولا مش مفهومه؟ ايه؟ مفهومه مفهومه؟ مفهومه. تمام، عشان ده هنحل تاني الكلام ده في الغمر. ماشي. لا مفهومه. مصر هو question number 12 هو مش باين. بص هو الأول واحدة هي 7، أنا كاتبة 7، الثاني واحدة أنا كاتبة 5. أشوف هذا بس مش فيه. هي بس عشان ماما كانت بتفهمها لي فعملت تخبيط كده. لا لا فاهمة بس كده بيا. هي الأول واحدة مش عارفة إزاي غلط، بس أنا كاتبة 7، تاني واحدة صح وأنا كاتبة 5. طيب question number 12 هو بيقول لي work out، كاتب لي work out the missing numbers 5 3 plus 4 تايمز 1 3 يدينا 7 ايكوال 7. انا كاتبه 7. طب ثانيه واحده بس اصبر لما اكتبهم، وبعدها اعمل لي 2 multiply by 3 2 بلس 4 وبعدين multiply by what؟ طلعت انا كاتبه 5. ثانية واحدة. طيب خدي بالك، احنا عندنا في اوردر اوف اوبريشنز الكالكوليتر بتعمل ايه الأول؟ اوردر اوف اوبريشنز ده الشغل اللي الكالكوليتر بتعمله. أول حاجة الكالكوليتر بتعمل التايمز وبعدين بتعمل بلس.
يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي في 2 تايم 3، تقوم عامله دي 2 تايم 3 دي بتحسبها الاول. طيب انا هسال نفسي، هي 6 بلس كام يدينا 17؟ خد بالك يعني انا هتعامل كان ده عنده سكوير ناقص، هتعامل كان كل ده مش موجود، كان ده كده كله مش موجود. يبقى في الاول 2 تايم 3 ب 6، عشان دول الاثنين موجودين. هسال نفسي هي 6 بلس كام يدينا 17؟ تقدري تعرفيني؟ انا لما اقول لك 2 بلس كام يدينا 5، يديني ايه؟ 3. 3 جت منين؟ 3 عملنا ال 5 دي ماينس 2 فادتك 3. هنا نفس القصه، انا بقول لك 6 بلس كام يدينا 7، انا عامل ال 7 دي ماينس ال 6. 70 ماينس 6 0 ماينس 6 مش هينفع، 4 1 من هنا بقت دي 6 بقت 10، 10 ماينس 6 ادتنا 4. يعني انا افهم من كده حاجه بقى، ان المفروض الانسر اللي هنا دي تطلع لي 64، الانسر دي طلعت 6، الانسر دي طلعت لي 64. يبقى انا كاني بسالك ال 64 كانت عباره عن 4 تايمز كام؟ ها؟ 64 كانت عباره عن 4 تايمز كام؟ كان واحد بيسالك تقول لك ايه؟ يقول لك 4 تايمز وات ايكوال 64. هتعملي ايه؟ هشوف المالتيبليكيشن هتبقى، ما عنديش هنا حاجه من ديفايد بقى. بسالك اقول لك مثلا 2 تايمز وات ايكوال 6، تقولي 2 تايمز وات 3. جت منين ال 3؟ عملنا ال 6 ده اهي ديفايدد ب 2 فادى 3، فده اللي هيحصل هنا. انا هعمل ده ديفايدد ده، بعمل 64 ديفايدد 4. طب لما اجي اعمل 64 ديفايدد 4، الفكره كلها بنعملها ازاي؟ ببدا 6 ديفايدد 4، ال 6 مش في تيبل 4، بنقللها نخليها 5. ال 5 مش في تيبل 4، طب نقللها نخليها 4. 4 ديفايدد 4 ايكوال 1. طب انا قللتها قد ايه؟ قللتها 2، حطهم جنب ال 4 دي بقت 24. قللتها 2 حطهم جنب ال 4 بقت 24. 24 ديفايدد 4 ايكوال 16. تمام؟ تاني 6 ديفايد 4 ما ينفعش، بقلل دي 1 خلاها 5 مش هتنفع ديفايد 4، قللها 1 تاني خلاها 4. 4 ديفايدد 4 ايكوال 1. طيب 16. انا كده قللتها 2، 2 هحطهم جنب ال 4 بقت 24، 24 ديفايدد 4 ايكوال 6، يبقى 3. تمام. يبقى الفكره كلها تاني ان انا حسبت 2 تايم 3 ب 6، سالت نفسي هي 6 بلس كام تدي 6؟ كان ده مش موجود خالص، كان ده مش موجود خالص. ال 6 بلس كام ده 70؟ ده 6 بلس 64. رجعت بقى اسال نفسي 64 دي عباره عن كام؟ 4 تايمز كام؟ مانيش عارف. طالما بسال نفسي 4 تايمز كام؟ نعمل احنا ديفايد، يبقى اعمل 64 ديفايد 4 اديتني 6. طب تعالي على دي بقى، دي برضه نفس القصه. الكالكوليتر بتشتغل ازاي؟ لو في براكت خلصوا الاول، يعني ايه؟ يعني ال 2 دي بتنزل عادي، بتخلص 3 بلس 4 7 تايمز في نمبر هنا وهنا 7. ده اوردر اوف اوبريشن، الكالكوليتر بتشتغل كده. لو في براكت بتخلصه الاول، يعني براكت بتخلص اللي جوه الاول 3 بلس 4 7. طيب وترجع تعمل ايه؟ بترجع تعمل 2 تايمز 7. مستر نعم. هي مش 3 ديفايدد 4، هي 3 ملتبلاي 4. ملتبلاي ولا بلس؟ ملتبلاي. لا بلس. بلس. معلش. أما ليه أنت حاطط ديفيجن؟ دي المسألة التانية. لا ما هي المسألة التانية زي زيها بلس. لا. زيها. هو الموضوع معتمد على درس الاوردر اوف اوبريشن.
ان انا هنا ما كانش في براكت، فعملت 2 تايم 3، الكالكوليتر عمل 2 تايم 3 على طول. طب لو في براكت الكالكوليتر بتعمله الاول، دي تفرق عن دي. المساله دي تفرق جدا عن دي. دي لا دي 2 تايم 3 ما كانش في براكت، فعملها 2 تايم 3 اول ب 6، تمام؟ لكن هنا ما اقدرش اعمل 2 تايم 3، ما اقدرش اعمل فانت حولتها للديفايد صح؟ لا مش لسه، ما عملتش حاجه لسه. انا كل اللي عملته ايه؟ انا خلصت البراكت ده. لما الكالكوليتور بتلاقي براكت بتعمله الاول، تعمل 3 بلس 4 7، مش تعمل بقى 2 تايم 3، لا بتخلص البراكت ده الاول 3 بلس 4 لا 7. انا بتكلم على الديفايد ان انت 3 ديفايد 4، هي بس هي 3 بلس 4 ما دي بلس اهي. لا هي ديفايد. لا انا بلس، بس انت مش شايفها كويس، بس هي بلس. ماشي خلاص 3 بلس 4 7. استنى لا لا هي بلس، هي مش باينه، بس 3 بلس 4 7. ماشي يبقى الكالكوليتر بتخلص لو في براكت بتخلصه. طيب بترجع بعد ماشي كده تعمل ايه بقى بعد ما تخلص البراكت؟ تشوف لو في تايمز معلش. تعمل، في مالتبلاي تعمل. طب في 2 تايمز 7 اهو، 2 تايمز 7 دي 14. تقوم مخلصه دول كده، كاني بقول 14 تايمز وات ايكوال 70. 14 تايمز وات ايكوال 70. يبقى انا مضطر اعمل ايه؟ اعمل 70 ديفايدد 14. اعمل 70 ديفايدد 14. طب انا عشان اعمل 70 ديفايدد 14 اصور بس دي الاول عشان نعملها في الدراسه تاني. عشان اعمل 70 ديفايدد 14 دي محتاجه لونج ديفيجن، محتاجه لونج ديفيجن. وفي ناس ممكن ياخد باله من حاجه تانيه خالص، ياخد باله من حاجه تانيه، فممكن يجيبها بسرعه جدا بدل ما يعمل لونج ديفيجن وجع دماغ. بص بقى الحركه دي، بس عايز واحد ياخد باله كويس. هو هيسيب السيجن خالص، هيسيب السيجن خالص. مش ال 70 دي عباره عن كام؟ مش ال 70 عباره عن 7 تايمز 10 اصلا؟ صح ولا لا؟ معلش بس تعيد تاني. مش ال 70 عباره عن 7 تايمز 10 صح؟ طيب ال 7 موجوده ايه؟ يبقى فاضل لي نمبر ايه عشان يدي 10؟ 10. بصي انا كان عاملها ازاي؟ هيشتغل على ال 7، ممكن يشتغل على ال 70 هتبقى اسهل. ال 7 دي عباره عن 2 تايمز 7 تايمز 10. يعني ركز المساله دي تاني في صفحه لوحدها واوريكي لها 2 سوليوشنز. في ناس يقوموا قايلين ايه؟ الحل الطبيعي جدا يقوم قايل ايه؟ ادي 2 طبعا 3 بلس 4 يديله 7 تايمز وات ايكوال 7. ففي ناس بيسال نفسه يقوم قايل ايه؟ يقوم قايل ايه؟ ال 7 دي اصلا كانت عباره عن 7 تايمز 10. يعني ال 7 دي كانت عباره عن 7 تايمز 10 وال 10 عباره عن ايه؟ عباره عن 2 تايمز 5، صح ولا لا؟ صح. فلما اجي ابص كده في الناحيه الثانيه هلاقي 2 موجوده اهي وال 7 موجوده اهي، فاضل لي هنا ايه؟ 5. لان انت لو عملت فعلا 7 تايمز 2 تايمز 5 او 2 تايمز 7 تايمز 5 هتدي 7. معلش معايا؟ معاك. دي طريقه. الطريقه الثانيه اللي ما اخدش باله منها لو عايز يشتغل عادي جدا، لا خليه انذر سوليوشن اهو، اللي هو ايه؟ احنا وصلنا ل 2 تايمز 7 تايمز وات ايكوال 7. يقوم عامل ايه؟ يعمل 2 تايمز 7 ايكوال 14. طب كاني بقول لك 14 تايمز وات ايكوال 7. المفروض ان انا اعمل ايه؟ ده ديفايد ده. طب 70 ديفايد 14 انا عاملها ازاي؟ اجي في الدرافت بتاعتنا اقوم كاتب كده، ادي ال 70 وادي ال 14. بس هنضطر نكتب بقى تيبل 14 اللي هو اللونج ديفيجن.
14 تايمز 1 هيكوال 14. 14 تايمز 2 زي ما اتفقنا لو تفتكري كنا كل شويه بنزود 14، مش احنا خدنا اللونج ديفيجن ولا ما خدناش؟ لا أخذني. خدناه، كل شويه بنزود 14، كل شويه بنزود 14 طالما احنا في تيبل 14، يعني هتزودي 14 هتبقى دي 28. كمل يا فندم. زود 14 اه كل شويه هتبقى نزود، لو انت زودتي 14 كل شويه هتلاقيك وصلت لايه؟ ده بلس ده يديني 42، 42 بلس 14 هتديكي 56، 56 بلس 14 هتديكي 7. وصلنا لكام بقى؟ وصلنا لان 14 تايمز 5 هي اللي ايكوال 7. 14 تايمز 5 هي اللي ايكوال 7. بس لما اقول له 70 ديفايد 14 بكتب ال 5 دي اب وبكتب ال 70 داون وبعمل ماينس. يبقى معنى كده ان 70 ديفايد 14 هتديني كام؟ 5. اقوم كاتب الاقل. طبعا دي طريقه طويله، دي طريقه طويله شويه لكن دي اسهل، اللي ياخد باله من اللي فوق دي. وبرضه في طريقة تانية ايه؟ اللي هي بص، انت ممكن تعمل أول حاجة ال 14 divided 7 يعني ما ينفعش، فنعمل x فنحط، لا لا دي ما تنفعش برضه. انا عايز اعمل 2 ديفايد 14، يا اما اعمل بالطريقه دي بلونج ديفيجن يا اما اعملها دي. تمام؟ طيب تمام. هي طبعا اسئله قويه جدا من الاسئله بتاع الكويز، بس كويس عشان تخليكم شاطرين، عشان تخليكم شاطرين. طيب لو جينا بصينا في البيدج اللي بعدها عندي كويشن 9 وكويشن 10. طيب مش مشكلة ترتيب الأسئلة، يعني احنا بنحاول إيه. طب كويشن مان كان بيقول لي إيه؟ بيقول لي 3 friends share a chocolate bar. Laura gets 3 over 9. Phil gets 4 over 12. And Matt 7 over 21. If they share the chocolate bar equally, explain your answer. هل هم شاركوها بالتساوي؟ طب ثانية واحدة، هم دلوقتي 3 friends، معنى إن هم يشاركوا قدامي برضه 2 answers. 2 answers. الأول answer ودي أسهل answer طبعًا، إن أنا أعمل لهم simplified 3. دلوقتي هو عشان هم الثلاثة يشتركوا في شوكولاتاية وياخدوها بالتساوي، كل واحد المفروض ياخد قد ايه من الشوكولاته؟ يعني الفراكشن اللي ياخده منها يبقى قد ايه؟ يعني انا عندي شوكولاته كده، انا عايز اقسمها على ثلاث اشخاص ايكوال بالتساوي، اكيد اقسمها كده. فالولد الاولاني المفروض ياخد 1 اوفر 3، الثاني 1 اوفر 3، الثالث 1 اوفر 3. مش البارت ده بيعتبر 1 اوفر 3 تلت يعني؟ صح ولا لا؟ الو؟ صح. انا مقسمها بالتساوي، هي شوكولاته واحده يعني 1 هتبقى اوفر 3 اهو. حتى لو احنا لاحظنا ده يعتبر زي ما احنا كنا عارفين بيبقى 1 بارت اوت اوف 3، ده 1 بارت اوت اوف 3 وده 1 بارت اوت اوف 3. طيب هبتدي انا اشوف الفراكشنز اللي هم دول، هل هم طلعوا كلهم 1 اوفر 3 فعلا؟ هو بيقول لي الولد الاولاني خد 3 اوفر 9، الولد الثاني خد، والثالث 7 اوفر 21. طيب نعمل لهم سمبليفايد 3، والله لو طلعوا كل واحد 1 اوفر 3 يبقى هم الولاد خدوا الشوكولاته دي بالتساوي. تمام؟ لان انا دلوقتي المفروض عشان الشوكولاته تتقسم بينهم بالتساوي، يعني لو هم 3 كل واحد ياخد 1 اوفر 3، لو هم 4 بيبل كل واحد ياخد 1 اوفر 4، لو هم 5 كل واحد ياخد 1 اوفر 5 وهكذا. فهم دلوقتي 3 يبقى المفروض كل واحد ياخد 1 اوفر 3. طيب هنحسب احنا الفراكشنز دول، والله لو عملنا لهم سمبليفاي يبقى فعلا الولاد متساويين، الولاد متساويين. طيب نيجي على ده 3 و 9
3 وال 9 انا عارف ان هما they are both divisible by, by 3. لذلك لو نفتكر السمبليفاي مع بعض ال 3 وال 9 هما الاثنين divisible by 3 يبقى ده divided by 3 ده divided by 3 3 divided by 3 دينا 1 9 divided by 3 دينا 3. طب هنا ال 4 وال 12 هما الاثنين ينفعوا divided by 4 يبقى ده divided by 4 ده divided by 4. معلش معايا معاك يا مستر نعمل سمبليفاي معاك سمبليفاي يعني ايه؟ لو ال 4 وال 12 they are both divisible by 4 بنعمل divided 4 by 4. طب هنا ال 7 وال 21 they are both divisible by 7 7 divided 7 21 divided 7 7 divided 7 يدينا 1 21 divided 7 يدينا 3. يبقى كده كل ولد من الثلاثة خد 1 over 3. يبقى فعلا كلها سهلة. ها؟ كلها سهلة. سهلة ما فيهاش حاجة. يبقى الفكرة كده هو بيقول لي هل هما شير ذا شوكليت ايكوالي؟ هقول له يس. هي شير ات ايكوالي. شاركوا الشوكولاتة بالتساوي. طب اكسبلين اللي هو الشغل اللي انا عملته ده اسمه اكسبلين. اوكي مستر مستر نعم معلش مش سامعك مش سامعايا بصور بس سبورة ما تخافيش مش همشي انت قلقانة مش انا ما بمشيش من القصة ما تقلقيش يعني خالص بس بصور البورد بس معلش اصل انا بحسب لا 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 ما تقلقيش ما تمشيش من القصة انا بس بصور البورد لازم مظبوط عشان الصورة تطلع بقى. طيب لو جينا بصينا على ايه؟ ال كده 10 11 12 ده 9 7 ثانية واحدة كويشن نمبر 10 كويشن نمبر 10 عامل لي سيركل وجواه تراينجل تمام ادي سيركل اهي وجواه تراينجل ضعف ولا انت ماشي بيقول لي ايه بقى؟ The circle has an area 18 and 1 over 6. Max cuts triangle from the circle. The triangle has an area 5 and 2 over 3. What is the area of the circle that is left؟ يعني ايه؟ هي كان عنده circle زي دي. هو قام شايل منها التراينجل ده قطعه من النص. فايه الباقي بقى؟ ايه الباقي؟ لما شال الترانجل ده بقت الحته دي فاضيه. السيركل بقى منظرها عامل كده. تمام؟ يعني السيركل بقى منظرها بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. يعني بالاخر طالما هو قطع منها ترانجل يبقى هو عامل ماينس. بالاخر. هي الاريا بتاعتها كام؟ 18 اند 1 اوفر 6. هو شال منها ترانجل 5 اند 2 اوفر 3 يبقى عمل ماينس. 18 اند 1 اوفر 6 ماينس 5 اند 2 اوفر 3. طب احنا اتفقنا مش هنعرف نعمل دول ماينس الا لما نكون عندنا كومن دينومينيتور او ذا سيم دينومينيتور. طب ده 6 وده 3. احنا اتفقنا ان انا ممكن اعمل هنا ملتبلاي 3 وهنا ملتبلاي 6 دي طريقه. الطريقه الثانيه لو انا لقيت الايه الدينومينيتور الصغير ينفع احوله لكبير يبقى اسهل. يعني انا 3 ينفع احولها ل 6 على طول. 3 ينفع احولها ل 6. يعني في ناس يقولوا ايه؟ هوريك برضه الطريقتين. انا ال 3 ممكن احولها ل 6 اعمل تايمز 2 تايمز 2 ودي طريقه اسهل طبعا. لان كده ال 3 هتتحول ل 6 يبقى المساله كده سهله. 18 اند 1 اوفر 6 ماينس 5 اند 4 اوفر 6. بس ظهر معايا مشكله صغيره جدا في المساله. ايه هي بقى؟
ان لما اجي اعمل 1 اعمله ماينس 4 ازاي؟ مش هينفع. ال 18 هتعمل ماينس 9 وال 1 اعمله ماينس 4 ازاي؟ فقال لك هنستلف 1 من ال 18 دي هتبقى 17. خد بالك ال 1 اللي بستلفه بقى مش بيتحط جنب ال 1 ويخليه 11، لا ال 1 اللي انا بستلفه ده يبقى حسب الدينومينيتور. يعني ال 1 اللي انا بستلفه الدينومينيتور عندي 6، يبقى ال 1 اللي انا بستلفه ده بيزود لي 6 مش بيزود 1. يبقى ال 1 اللي انا بستلفه بيزود لي 6 على ده، يعني هيخلي لي ده 7. اقولها تاني، يعني عندي دلوقتي 18 and 1 over 6 مثلا. لو انا استلفت واحد من ده بقى دي 17. الواحد اللي انا سلفته بيزود لي على ده 6، بيزود لي على ده 6، يعني يخلي لي ال 1 ده 1 plus 6 7. يعني لو انا مثلا كان عندي 12 and 3 over 5، ده اكزامبل تاني مثلا، وانا عايز استلف من ده 1، بقلب ال 1 اللي انا استلفته بيزود لي على 3 دي، بيزود لي على 5، بيزود لي عليها 6، خلى لي 8. معلش معايا؟ الو الو الو. الو طيب ال 1 اللي انا بستلفه بيزود لي على النيموريتور 5 زائد النيموريتور. هنا ال 1 اللي انا بستلفه بيزود لي على النيموريتور 6. تمام؟ دي حته مهمه جدا. يعني سي لو انا عندي مثلا 14 مثلا، اكزامبل تاني خالص، اند 3 اوفر 4 مثلا. لو انت حاولت تستلف من 14 ده 1، ال 1 ده بيزود لك على النيموريتور. تمام بيزود لك على النيموريتور. ماشي طيب، يبقى كده انا هعمل، هاخد 6 واحده، اعمل 17 ماينس 5 يدينا 12، وبعدين 7 ماينس 4 يدينا 7 ماينس 4 يدينا 3. طيب لو جينا بقى على 3 اوفر 6 دي، انا ممكن اعملها سمبليفاي اهو، ثري اوفر 6 انا ممكن اعملها سمبليفاي. معلش لا مش مشكله. معلش تاني بقى، معلش انا خدت، مش مشكله، تاني انا خدت 1 من 18 بقت 17. ال 1 اللي خدته ال 1 اللي خدته بيزود لي 6 على ال 1 ده 6 حسب الدينومينيتور. مش معنى 6 هي الفكره ايه؟ طب ما بقاش حافظين. هي 18 و1 اوفر 6 بس عشان اعرفها لك واحده واحده. اللي هو النمبر ده الاصلي اللي هو كان جاي، المفروض ان هو 18 بلس 1 اوفر 6. هو 18 1 اوفر 6 معناها 18 بلس 1 اوفر 6. طب ال 18 ده انا ممكن اعمله 17 بلس 1 صح؟ مش ال 18 عباره عن 17 بلس 1؟ ادي 1 اوفر 6. طب ال 1 ده انا ممكن اعمله ايه؟ ممكن اعمله 6 اوفر 6. ماشي بلس 1 اوفر 6. ماشي طب ما هو 6 اوفر 6 بلس 1 اوفر 6 يديني 7 اوفر 6. يعني كان المساله كده 17 وده 7 اوفر 6، فبقت 17 اند 7 اوفر 6. فمش معقول انا اقعد اعمل كل ده في امتحان بقى، لا انا بقوم قايل بنقص دي 1 وازود على دي ايه؟ وازود على دي الدينومينيتور وخلاص. ماشي لو لقينا ده صغير نقص من ده 1 ونزود على ده الدينومينيتور اللي ده اللي هو 6، هتطلع معانا على طول. تمام؟ طب بعد كده ابتدي اعمل ماينس، عشان الاول ما كنتش هعرف اعمل ماينس، ان ده كان 1 ماينس 4 مش هينفع. كده اقدر اعمل ماينس، مش هينفع مش هينفع. كده اقدر اعمل ماينس بقى 17 ماينس 5 يدينا 12، 7 ماينس 4 يدينا 3، وهنزل 6. طب 3 اوفر 6 اعملها سمبلفاي شويه. ال 3 وال 6 they are both divisible by 3، فانا هعمل دي ديفايد 3 يدينا 1، دي ديفايد 3 يدينا 2، فطلع في الاخر الانسر 12 اند 1. تمام؟ انا عايزك تحل المسائل دي تاني في الهوم ورك، تاني في الهوم ورك. انا خليك الحته بتاعت الدروس اقول لك عليها ايه؟ اقول لك عليها ان هي نوتس. يبقى لازم ارجع.
اه انت راجعهم تاني بالكتاب، حل حلوا بالايد، مش هنرجعهم نبص عليهم، لا هنرجعهم حل تاني، لان هي مسائل قويه بس هتخليكي يعني بصراحه لسه ربنا يخليها يعني امتحان قوي، وده يخليه مستواكم كويس في الامتحان، ما تمام. بيديكيش خبره او ما بيخليكش كويس، ده كده ده كده كويس، الامتحان ده قوي فيخلي مستواكم كويس جدا، ماشي. غير الامتحانات السهله، الامتحانات السهله دي بتبقى ايه؟ الواحد ما بيستفيدش منها حاجات. لو بصينا على كويشن نمبر 6، كويشن نمبر 6 جاي شويه يعني ايه؟ اوبريشنز زي ما احنا شايفين على الفراكشن. طيب نفس القصه، اول واحده 80 ماشي. 2 over 3 plus 1 over 9. 5 over 6 minus 3 over 4. دول سهلين. ثالث مسألة 2 and 3 over 5 plus 1 and 1 over 4. بس أنت عاملاها من غير answer، من غير steps. هو لازم ستيبس يعني؟ لازم ستيبس، طبعا لازم ستيبس المفروض، تمام. يعني هي بصراحة الميس كتر خيرها اديتك عليها درجة، بس هو المفروض لازم ستيبس، يعني بس عشان ما تنقصكيش، بس هو المفروض لازم ستيبس. طيب تمام. نيجي عندنا الستيبس سهل، انا 3 امال انا هعملها زي دماغي، مش تيجي ان لازم اعملها بستيبس. 3 عشان تتحول ل 9 هعملها تايم 3، تايم 3 فكده دي بقت 6 اوفر 9، ودي بقت 1 اوفر 9. طب كده انا ممكن اخد 9 واحده واعمل 6 بلس 1 يدينا 7. طب هنا ماشي. ال 4 مش هعرف احولها ل 6، مش هعرف، خلاص نعمل هنا ملتبلاي 4 ونعمل هنا ملتبلاي 6. طب هنا نفس ملتبلاي حاجة فوق. نعمل نفس الموضوع فوق، ايه اللي هيحصل؟ دي هتبقى 20 اوفر 24 ودي هتبقى 18 اوفر 24. طب انا كده ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد 24 واحده واعمل 20 ماينس 18 يدينا 2. طيب 2 اوفر 24 ار بوث ديفيزبل باي 2، ال 2 دي تنفع ديفايد 2 ايكوال 1، وال 24 تنفع ديفايد 2 تدينا 12، يبقى الفاينل انسر هتطلع 1 اوفر 12، 1 اوفر 12. طب تعالى على دي برضه نفس القصه، ده 5 وده 2 مش نافع، نحاول ال 2 ل 5، يبقى اعمل هنا ملتبلاي 2 واعمل هنا ملتبلاي 5، فوق اعمل ملتبلاي 2 نعمل ملتبلاي 5، ايه اللي هيحصل؟ دي هتبقى 2 اند 6 اوفر 10، ودي هتبقى 1 اند 5 اوفر 10. طيب هتقوموا يا عبيد ايه؟ 2 بلس 1 3، وهناخد 10 واحده من دول ونعمل 6 بلس 5 11. خدي بالك بقى من الحته اللي جايه دي عشان مهمه قوي، مهمه قوي، لما الاقي ده 11 اوفر 10 ده اكبر من ده، هقوم انا عامل ايه؟ بصغر ده خليه 10، simplify بصغر ده خليه 10، بقى 10 ديفايدد 10 ايكوال 1، ال 1 ده بيتزود على ال 3 دي، بقى 10 ديفايدد 10 ايكوال 1، المفروض احط 1 على الجنب، ففي 3 واقفه هنزودها على ال 3 نخليها 4. طب وانا قللتها 1 يبقى اتفضل 1 اوفر 4 اند 1 اوفر 10. تمام يا ندى، سهل ولا صعب الكلام ده؟ سهلة. هنخلي بقى، لا دي بتاعت ال احنا فاضل لنا حوالي ثلاث اربع اسئله، دول هنخليهم ان شاء الله للمره الجايه، لان طبعا الاسئله اللي رجعناها دي واخده جزء كبير جدا من المنهج، يعني عامل ديفايد وبلس وماينس وراجع على تقريبا على كل الفراكشنز، تقريبا الاسئله دي راجعت على كل الفراكشنز. اوكي ماشي؟ طيب اوكي. فانت بقى بصي حلي لي بس تاني نفس الاسئله دي، يعني انت تعتبر يعني تحلي فروم 6 تو 12، حاضر. فروم 6 تو 12 ماشي؟ اوكي. خلاص عشان بس ايه الباقيين انت في كيو مود حلهم لي تاني كتابات وابعتهم لي فروم معايا ندى؟ حاضر. خلاص؟ يعني معاك. انا اكثر من نص الامتحان، الباقي بقى سهل، ايش؟ بس دي الحاجات دي كانت قويه شويه، المسائل اللي احنا حليناها دي من المسائل الاخيره في الامتحان او الجزء الثاني، فهي اقوى من كده لو انت ملاحظه.
تمام؟ فهنديهم وهنكمل الباقي المرة الجاية إن شاء الله. ماشي؟ حاضر. ما أوكي. يلا مع السلامة.